أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل الخير يحرصون شيخ على تتبع الجنائز في الفرض الواحد في أكثر من مغسلة أموات ليصلوا عليها بعد تجهيزها داخل المغسلة، وإذا فاتتهم الصلاة في المغاسل فإنهم يتتبعونها في المقابر ويسألون عن الجنازة التي لم يصلوا عليها فيقومون بالصلاة عليها، هل هذا العمل مشروع؟ الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يكفي هذا، والحمد لله حصل المطلوب، ومن لم يحضرها يدعو لها ويكفي هذا. أما ما يحصل الآن من المبالغات والازدحامات لبعض المساجد فهذا فيه مشقة وفيه خطورة أمنية، وفيه أيضا مجال لمن ينتشرون ويسرقون من الجيوب، فهذه مبالغات. ولا شك أن الميت له حق على إخوانه المسلمين بالصلاة عليه لمن تمكن من ذلك، والدعاء له والاستغفار له ولو لم يصلي عليه. فإذا حصل في هذا ازدحام وحصل فيه مشاق، لا شك أن درء المفاسد دم على جلب المصالح. ولو أن هذه الجنائز التي تجتمع في مسجد واحد للتغسيل أنها توزع على المساجد لأجل أن يخف الضغط على الناس ويتمكن من يريد الصلاة عليها بدون مشاق، لكان هذا أحسن. أو جعلت فروع للمغسلين في المساجد الأخرى الجوامع الكبار، الذي يريد الخير يفتح فروعا ولا يجعل التغسيل في مكان واحد يزدحم عليه الناس.